تنشيط المدينة ثقافيا وسياحيا، وكذلك تبادل الأفكار والخبرات وتقاسم التجارب بين الفنانين المغاربة ونظائر المجتمع الأجانب. أجدد ترحابي مجددا ومرحبا بضيوف المعرض الدولي أكادير آرت فير. بمناسبة نجاح هذا اللقاء الجميل الفني العالمي، حديثك في نهاية هذا اللقاء. حياك الله أخي عبد الله. الحمد لله، بفضل من الله هذه المشاركة تعتبر المشاركة الرابعة للمملكة العربية السعودية، وبفضل الله تقريبا أكثر من 18 مشارك ومشاركة في هذا المهرجان الذي يقيم في مدينة أغادير في صالة التجارة. بفضل الله 30 دولة مشاركة، وتميز المعرض بأجواء جميلة جدا، بالإضافة إلى الورش الفنية واللقاءات والتغطيات للفنانين. بصراحة المعرض جميل جدا، وزاده طبعا جمالا حضورك أخي عبد الله، وحضور بعض الشخصيات الفنية لهذا المعرض الجميل، وبعض النقاد للاطلاع على الأعمال خصوصا السعودية والعمانية المشاركة في هذا المعرض الجميل. جميل دكتور أحمد، ماذا يضيف المشاركة للفنانين والفنانات السعوديين لهم في السيرة الذاتية الفنية؟ طبعا تعتبر المشاركة الدولية أحد السير الجميلة جدا للفنانين، حيث يقوم الفنان عند مشاركته في المشاركة الدولية الاطلاع على ثقافة هذا الشعب، واختلاطه بفنانين من عدة دول يضيف له أشياء جميلة كذلك للوحاته، وتضيف له في السيرة طبعا المشاركة الدولية كأفضل مشاركة، وبالإضافة إلى النقاد الذين يحضرون المعرض ويشاهدون بعض الأعمال، ويكون فيه اختلاط ودمج لأعماله وأعمال الآخرين، كمثال يطلع على أعماله يوجه بعض الانتقادات أو بعض الآراء لهذا الفنان الذي يكون يستمع لهذه النقاط، وتضيف له طبعا شيء جميل. دولة أكثر من 20 أو 25 دولة سوف نستضيفه في أحد مدن المملكة، ومن منطلق رؤية 2030 التي هي رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تدل على تقاربنا وتقارب الثقافات والشعوب، ولذلك اخترنا أحد مناطق المملكة التي سيكون فيها هذا المعرض الجميل. موفق، كل خير، وسعدت بلقائك، سعدت بهذا الحديث، ومن تفوق إلى تفوق آخر بإذن الله دكتور أحمد، بإذن الله مشاركات سعودية قادمة متميزة جدا. شكرا لك. تسلم، يعطيك ألف عافية. ربي يحفظك. يسرنا اللقاء بأحد المشاركين بهذا المعرض في 2022 دكتور أحمد سلامة. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. نهنئكم على مشاركتكم الجميلة في هذا المعرض، والذي انعكس انعكاس جميل على حضور متذوقين الفن والإبداع والتميز. لعلك تسعدنا في هذا الصباح بالحديث عن مشاركة الوفد السعودي وأيضا مشاركتكم في هذا المعرض. تفضل. أول شيء أنا سعيد جدا كواحد من أبناء هذه المملكة الغالية من خلال هذه المشاركة الوطنية الثقافية بعرض مجموعة من أعمالي بالفنون التشكيلية وخاصة بالأسلوب التنقيطي كمدرسة ولله الحمد عالميا وثقت رسميا بالنمسا عام 2017،
كأول فنان ورائد لهذه المدرسة، والتي أعمالي تفوق أكثر من 2000 عمل فني كلها بالأسلوب التنقيطي من خلال مشاركتي في هذا الملتقى الجميل، ملتقى الفن والحب والجمال في مدينة أكادير، من خلال دعوة رسمية من قبل إدارة الملتقى كواحد من الفنانين في المملكة السعودية ومجموعة من زملائي. يعطيك العافية دكتور أحمد، ولعلك تحدثنا عن اللوحة الجميلة التي تقف بجانبك. طبعا في عدة لوحات، ولكن هذه إحدى الأعمال الفنية اللي رسمتها، هي بالخط العربي، تمثل الخطوط العربية والخط اللي استحدثته بالخطوط العربية. جميل. ونفذت أكثر من عمل فني في أكبر صرح علمي وحكومي في مملكتنا الغالية، في قلب العاصمة الرياض في وزارة التعليم، من خلال عرض مجموعة من الخطوط العربية والتي تمثل رقي وثقافة وحضارة هذا الوطن الغالي. هذه إحدى الأعمال الفنية التي رسمتها من خلال تواجدي في أكادير، ولكن ولله الحمد استحدثنا خط جديد بالخطوط العربية، وكما أخبرتك أنه نفذت في أكبر صرح علمي وثقافي وحكومي في المملكة العربية السعودية من خلال عرض مجموعة من الخطوط العربية. أشكركم دكتور أحمد على هذا اللقاء، وأنتم إضافة حقيقية وفعلية لمعرض آرت فير والمقام في أكادير، ولجميع المعارض التي ستكون أنت ضيف كبير عليها. شكرا لك. الله يطول عمرك، وأشكرك وأكرر شكري لشخصك الكريم وعلى حضورك وتواجدك في المغرب خلال الفعاليات التي أقيمت في هذا الأسبوع، وهذا دليل على حبك ورقيك وفكرك في الجوانب الثقافية. أشكرك أخوي عبد الله. شكرا لك. سعيد كل السعادة بمشاركتي مع مجموعة كوكبة من الفنانين التشكيليين السعوديين في المعرض الدولي للفنون المعاصرة بأكادير. هذا المعرض الحقيقة البهي الجميل يعتبر نقطة انطلاقة جميلة إلى مجموعة من الفنانين التشكيليين. أنا عن نفسي سعيد جدا بهذه المشاركة، وأتمنى إن شاء الله أن نوفق في مشاركة. يا هلا ويا مسهلا. وضمن لقاءاتنا في معرض أكادير آرت فير في 2022، يسرنا بالتقاء بتشكيلة الأستاذة زينب الحبيب. لعلك تحدثينا أستاذة زينب عن مشاركتك في معرض أكادير آرت فير. طبعا سعدت بلقاء الفنانين سواء السعوديين أو من جميع دول العالم، من المغرب، من عمان، من الجزائر، من جميع الدول. هذه تعتبر أول مشاركة لي دولية، كانت عندي مشاركات سابقة فقط محلية، هذه أول مشاركة. وطبعا سعيدة جدا بلقاء الفنانين، سعيدة بالتجربة الجديدة هذه المميزة، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى في معارض أخرى وتجارب تثري الفنان والفنانين. ماذا أضاف لك المشاركة الدولية الأولى؟ أول شيء التعرف على الثقافات، اختلاف الثقافات. طبعا أكيد بالسعودية أنا أغلب الأحيان راح أشوف فنانين سعوديين فقط، لكن بما أنه هي مشاركة دولية راح يكون في فنانين عرب، فنانين أجانب من دول مختلفة، من أفريقيا، من أمريكا، من كل مكان. فهذا بحد ذاته إثراء للفنان، تبادل الخبرات، تبادل التجارب، التعرف على الشعوب، هذا ينعكس حتى على لوحات الفنان أكيد. جميل جدا. الله يسلمك. سعدت بلقائك وتشرفنا بهذا اللقاء، وبإذن الله سنجدك في قادم الأيام من معرض من المعارض ومتفوقين لتميز بإذن الله. إن شاء الله بإذن شكرا الله. شكرا لك زينب الحبيب من أهل الشرقية في المملكة العربية السعودية. يسعدنا في هذه الدقائق أن نلتقي بالتشكيل الأستاذ سعد الأحمري، ومن أمام اللوحات الجميلة حقيقة التي ازدانت في معرض أكادير آرت فير. تحدثنا أبو عبد الرحمن عن مشاركتك في هذا المعرض الدولي. أولا شكرا لك أستاذ عبد الله، الحمد لله كانت مشاركة الحمد لله ناجحة بإذن الله بجميع المقاييس،
مثلنا فيها المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نهدي هذا النجاح لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ورأس الهرم من المحبين للفن التشكيلي سيدنا ولي العهد محمد بن سلمان، كما نهدي آمين يا رب العالمين، كما نهديه لملك المغرب محمد السادس والشعب السعودي والشعب المغربي، كما أهدي إهداء خاص لوالدتي الغالية الداعم الأول وزوجتي الغالية، كما أهديها أيضا لأولادي الداعمين الأساسيين في الموضوع. الله يحفظهم لك جميعا إن شاء الله حبيبي. وسعداء جدا بتواجد الفريق السعودي العظيم اللي مثل المملكة خير تمثيل في الفن التشكيلي، أعمال جميلة لفت انتباه الزوار من خارج المغرب وأعجبوا جدا بالأعمال والفن السعودي. شكرا لك أبو عبد الرحمن الفنان التشكيلي الأستاذ سعد الأحمري، كانت مشاركتك جدا رائعة، وكان هنالك وقوف فعلا أنا وقفت يعني على عدد من المعجبين لوحاتك اللي كانت متميزة جدا وتنقل التراث السعودي إلى مملكة المغرب. واجبنا، وهذا التراث السعودي أصبح مطلب أساسي بجميع المعارض الدولية. شكرا والحضور لك. أساسي ومهم. شكرا لك. الله يسلمك. أشارك اليوم مع مجموعة من الفنانين والفنانات العالميين في مجال الرسم التشكيلي بمعرض أكادير آرت فير في دورته الرابعة، وكل اعتزاز وفخر بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المحفل الدولي والذي يعكس مدى أهمية الرسم التشكيلي في العالم، فهي اللغة الوحيدة القادرة على إيصال المعلومة والفكرة وإن اختلفت اللغات واللهجات، فهي لغة قادرة على التواصل مع الجميع. يسرنا في هذه الدقائق أن نلتقي بالفنانة نجاة الباز المشرفة العام على معرض أكادير آرت فير 2022. أسعد الله مساك فنانة. السلام عليكم الإعلامي المتميز عبد الله زعيد، شرفتينا بالمغرب. تسلم يا ربي يحفظك إن شاء الله. ما رأيك بمشاركة السعوديين والسعوديات من الفنانين والفنانات في معرض أكادير آرت فير 2022؟ لا هنا طبعا هذه خلفية للوحات الفنانة نجاة الباز إن شاء الله. ها كيف المشاركة السعوديين في أكادير آرت فير 2022؟ المشاركة كانت جد قوية، وما شاء الله فنانين في المستوى، كلهم في المستوى وناس مثقفين، وأنا جد سعيدة بمشاركتهم معنا في الدورة الرابعة. مش أول مرة المشاركة تكون قوية بالمعرض الدولي لفيلم معاصر بمدينة أكادير للفنانين السعوديين، بل كل سنة بيشاركوا معنا، وأنا بتشرف كثير بمعرفتهم ومحبتنا القوية بين المغرب والسعودية، وفنانين جد مستوى عالي، وإن شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق. وشو كمان؟ طيب المشاركة العالمية كم بلغ عدد الفنانين والفنانون في هذه المشاركة 2022؟ أكثر من 120 فنان من كل دول العالم، من أمريكا، لوس أنجلوس، نيويورك. كم عدد الدول اللي شاركت في المعرض هذا؟ تقريبا 30 دولة. طيب ماذا توعد نجاة الباز في المعارض القادمة؟ ماذا راح يكون في المعارض القادمة؟ إن شاء الله يكون برامج أكثر ثقافية، كشفتوا هذه السنة حاولنا نعمل مزيج من كل الفنون اللي هو الفن التشكيلي، النحت، التصوير، الفن الفوتوغرافي، الفن التصميم، الأزياء الفني للشباب. كان معرض بين الفنانين الكبار اللي هما عندهم دكتوراه في الفن والماستر في الفن اللي من مشاركين من كل دول العالم، ومنهم شباب اللي كانوا حبينا نشجعهم عشان تكون فرصة لقاء فنانين كبار من كل دول العالم. وكان في البرنامج أيضا تشجيع الشباب للفرق الموسيقية، عملنا الموسيقى، الفن التشكيلي، النحت، الفن الفوتوغرافي والكتابة، وعملنا أيضا كان في البرنامج أمسية شعرية كانت رائعة، كانت جميلة جدا. نعم كانت بكل اللغات، وكان في البرنامج أيضا ندوة دولية حول الفن والسلام اللي كانت بمشاركة دكاترة من المملكة العربية السعودية ومن سلطنة عمان، من لوس أنجلوس، من بنما،
من فرنسا، من كوت ديفوار، من كل من بعد اخذنا بعد الدول. نبارك لك نجاح هذا المعرض، وبإذن الله من نجاح إلى نجاح آخر، ومتفوق إلى تميز. شكرا لك أستاذة نجاة على هذا اللقاء الجميل والمثري، وإثراء جميل جدا على الموطن العربي والعالم في هذا المجال الفني الجميل جدا. شكرا لك، وشكرا لكم على تشجيعكم للفن. تستاهلين.